نسرين مساء الخير. نعم. كف او هجر مضجع؟ اذا الخطا بدنا نجي نصلحه، نحن بنصلحه اكيد بالوعظ والارشاد، هذه اول خطوه. لما نجي بيتكرر الخطا بنرجع مثلا في هجر، الهجر هو انتقاص من نفس المراه اللي ما بياثر فيها الهجر، شو بدي ياثر فيها الكف يعني؟ إليما بيألم اكثر من الكف؟ نعم نعم، بس مشكله عند الناس. مهين اكثر؟ طبعا. يعني انت عم بتقولي الهجر بالمضجع هو نوع من انواع القصاص للمراه؟ طبعا. المراه الناشز؟ الناشز فقط. شو يعني ناشز؟ مراه يعني ناشز يعني اليوم ان المراه الناشز لما انا عندي انا مشاريكي انا وجوزي بالحقوق والواجبات بالبيت، انا لما عم نقص من واجباتي بالبيت وعم بخطا مره. نعم. عم بترك واجباتي، عم بترك اولادي مثلا. كيف بتقصصي حضرتك الرجل الناشز؟ كمان ما انا بخاف نشوز ومثل ما هو بخاف نشوزي. كيف بتقصصي؟ كمان فيني انا اذا هو بقصصي بالهجر بالمضجع يعني هو بيهملك؟ انا كمان بهمله. نعم. انا كمان بهمله بهجره يعني. إلك حق تهملي؟ في الهجر الكلامي. إلك حق تهملي؟ طبعا. نعم طبعا، ما انا شريكي انا وياه بالحقوق والواجبات، نحن اثنين بنكمل بعضنا، نحن جايين نعمل اسره. يعني المراه يا هو بيخطب انا بحاسبه، يعني انا المراه هو بيحاسبني، ولكن بشو؟ بعيد عن عنف. يعني المراه تقاصص بالهجر بالمضجع، والهجر بالمضجع هو اكثر. من بعد شو؟ ما بعرف. من بعد الوعظ والارشاد. نعم. اللي دلي على الطريق الصحيح، فيني انا اصلح غلطتي وامشي. اليوم الزوج عم تعطيه حق انه تقاصصك وانه عم يهجرك بالمضجع. في فرق. انا غلطت مع الرجل، غلطت مع جوزي بمحل اني مثلا اهنته قدام اشخاص مثلا. نعم. هاي الاهانه، هاي الاهانه قدر رح تجرح فيه يعني قد ايه انا هنت كرامته؟ حسن موافق. رح يزعل مني صح، ما رح يهجرني انا. حسن ساعتها. ليش عم بتهز براسك؟ نعم انا بمضي له. شو بتمضي له؟ انا بمضي له يعني. انه بالهجر اذا ما حسيت بالنهايه بحق انه الواحد يدعس على راسه ويمرط بعضه. نعم. وقت اللي ما بترجع على هي عن كلامه. ايه. قلت لي انا بهجره. ايه. هجرته. ايه. بس بالنهايه من الاخر انه هي بالهجر قلبها من جوا برق، اذا قلبها رق ورجعت لعندي انا قلبي رق ورجع لعندي. شو يعني هجر؟ شو يعني هجر؟ يعني هجر انه سيبته. شو سيبته يعني؟ نيمتها هنا مثل هي بمحل وانا بمحل. بس شو الهدف من الهجر المراه بالمضجع؟ شو الهدف؟ عبرها لقلبي وما عم ترد. بتكون اهانه؟ هي لازم تحس انه هذه اهانه، لازم تيجي تجلس حولها. واذا ما جلست حالها؟ اذا ما جلست حولها الى القتل. بهالفتره اذا قربت عليك؟ بقرب عليها. بس هي شو بتعمل؟ هي بترجع بتجدد الموضوع من جديد. هذه شغلتي. هدى بتعتبري الهجر بالمضجع هو ما حدا مختلف عليه نوع من انواع العنف على المراه، تعتبري اقصى درجات العنف او اخف درجات العنف؟ هيدا بيختلف يمكن بالنسبة لنظرة المرأة لهالموضوع. أنا بالنسبة إلي شو يعني إنه هجرها بالسوري يعني كأنه هي يعني وقت اللي بيهجرها كأنه هو عم يقضي حاجته هي لا، أو كأنه هي ما عندها شيء مهم بالحياة يمسكها فيه غير هالشغلة، كأنه هي عبارة عن أداة سكس. يعني استفزك إنه المرأة هي عم تعتبر كائن غرائزي فقط. لك إيه إنه قال هجرها، شو هجرها؟ بركي هي ما عندها شيء بالحياة تعمله غير إنه هي ناطرته وحضرته. طيب نحن عم نقول بعد العظة والإرشاد. أي عظة؟ المرأة العاقلة، المرأة اللي ما بتفهم من الرجال، لا تستوجب الرجل إنه يجي يضربها. المرأة العاقلة. هل أنت إنسانة معنفة؟ ما عاد يعنيها. المرأة لما الحكي هي والرجال ما عاد يفيد بالحكي، انتهت العلاقة. كيف ما انتهت العلاقة؟ لا هجر ولا ضرب ولا بطيخ، خلص في احترام مات بالعلاقة، يجب أن تنتهي العلاقة لو في 10 أولاد. انتبه. نعم. يعني ردينا عن نقطة، ولكن حسن هدى قالت شغلة كتير أساسية إنه المرأة ممكن إذا الرجل عم بيقصص بكون عم بيقصص حاله أول شيء. طبعا وحكما المرأة في عندها ما بيقدر يقصص المرأة. عفوا إذا فكرك إنه أنت لما بتغيب عن مرتك بتقوم تترك التخت وبتفل عنها سنة وسنتين، في شيء اسمه إنترنت، في شيء اسمه العادة السرية. أوف. إلا إذا هو مش سامع فيهم. أوف. ما بينقطعوا الرجال وما تفكر إنه حياتك بتوقف عند المرأة هو لأنك ما نمت معها ولأنك هجرتها. الإنسان لما بده يوصل لغرضه في جيبه، ما في شيء صعب. تفضل. بعرف بالدول الغرب مثلا مثل الدنمارك. ايه. بالدنمارك النسوان اذا ما اكلوا كل يوم كافيه ما بيمسطوا. عم تحكي عن الدنمارك؟ الدنمارك ما بعرف شو جنس الدراسه اللي انت جايبها وين عم تقريها ومين قال لك عنها. مزبوطة. ما بعرف اذا انا عرفت شو قصده. بس سؤال، ممكن تكون هيدي علاقات بين الطرفين راضين على هذه العلاقات وحرين بالتراضي واختياريا شو بصير بين الرجل والمراه. هيدا السؤال. نحن كنا عم نقول لحط النقاش بنصابه يلي كان، كنا عم نقول الهجر بالمضجع عم بيعتبر المراه اداه وكائن غرائزي فقط، والنقطة الثانية المرأة ممكن تكون تلاقي بديل لهذا القصاص بكون الرجل عم بيقاصص حاله. نسرين أنت عم بتقولي أنا من النساء اللي بيقولوا الهجر بالمضجع هو قصاص وقد يكون فعال.
طيب بالمقرب الاخر ممكن المراه تقاصص جوزها بهي الطريقه؟ بحق لها. بحق لها شو؟ بحق لها تهجره، هجر كلامي وهجر بغرفتها، بتطلع من غرفتها بتنام محل ثاني، بعمل له واجباته المنزليه وبحمل حالي وفل، ما بعطيه اهميه. احمد احمد سؤال. نعم. اذا المراه قالت لك لا، اذا انا بدي مارس معها مثلا، ما بدها ما بدها ما بدها، وهيدي وين بتنصرف كلمه ما بدها؟ ما بدها. اذا ما بدها ايه بتخطفها. كيف يعني بتخطفها؟ بالقوه. شو بتخطفها؟ بالعنف. شو يعني بتخطفها؟ بعنفها بعنفها. ما بدها. وانا رغبتي وين بتروح؟ تنطر. ما فيني انطر. تنطر ولا ثانيه. اذا كان عندها ظرف صحي، اذا معلق مصر بدي بدي نام معي، الا في حول ما بنام معها الا اذا جيتها شيء مثلا. فهمت علي كيف؟ هي قدره الهيه. ليش؟ ليش؟ لا قدره الهيه. وكمان قدره اذا كانت مريضه، قدره اذا كانت لا مريضه لا تستحمل. تعبانه. لا 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 ما ما, ما تخوف، النساء بيحبوا مزاجها ما بيسمح. ما انا مزاجي بده يسمح. يا عمي مكلفتني 400 مليون اكل. يحرق دينا. كلفتني 400 مليون اكل. بتستصعب علي بس انه نايم. هيدا شو الفرق؟ شو الفرق؟ شو الفرق بين الانسان وبين الكائن الغرائزي اللي بشغل بس غريزته؟ شو الفرق؟ انا بشغل عقلي. شو الفرق؟ كيف عم بتشغل عقلك اذا امراه عم بتقول مريضه ومعلق لها مصل، غريزتك بتتفوق على المرض؟ صح انا هيك، طبعي هيك. كيف ممكن يكون في متعه جنسيه؟ بنشل لها المصل خمس دقايق وبنرجع على المرض. برايك هيدا سلوك طبيعي؟ طبيعي. او هيدا سلوك ممكن يكون؟ لا طبيعي. سلوك شاذ. طبيعي 100%. برايك برايك انا برايي طبيعي. طيب اذا هي المراه ما بدها وقاومت، هي شأنها، بس انا شأني بدي 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 اعمل، ما في مجال. باي ساعة كان، 3 بالليل، 2 بالليل، وش الصبح؟ هي ونايمه قوما. نسرين، في اغتصاب بين الزوج وزوجته او لا اغتصاب بين الزوج والزوجه؟ انا فيني اقبل هالمصطلح لما تكون هالحالات مثل هيدي. اول ما بلشنا المحور كنت عم بتقولي عن الكف، عن الهجر بالمضجع، عن لا طبعاً. عن لا كلمه اغتصاب بين زوج وزوجته. صح. تحيه لامراه اليوم عم بتطالب من بعد ما لمست باليد انه ممكن يكون في اغتصاب بين زوج وزوجته، تطالب اليوم بتجريم الاغتصاب الزوجي. هاشتاغ احمر بالخط العريض لكل المشاهدين لكل المشاهدات، رأيكم بموضوع تجريم الاغتصاب الزوجي؟ ونعم لتجريم الاغتصاب الزوجي. صح. لأنه العلاقة بين الرجل والمرأة إذا ما كانت بالتراضي، نعم تسمى اغتصاب. صح. بدك تنتقلي لهون أو بتبقي هون؟ لا صراحة بدي حنتقل لهونيك. نعم بدي حنتقل لهونيك. زقفولك بس. خلص تفضلي تفضلي تفضلي. سؤال أخير لثلاث نساء، واليوم أنا برأيي هيدي لحظة تسجل لإلي وللبرنامج، ولحظة أنا برأيي تاريخية إذا نقدر نغير. صح. كلمة أنا ما حطيتني هون أول شيء، شفت الآراء أنا انزعجت الموضوع كثير، كنت حب أنسحب. بس سؤال، كيف القعدة هون؟ حسيت براحة نفسية وراحة. امرأة حرة. كنت مقيدة هونيك بالرأي، ما عم بقدر أحكي. هيدي هي المرأة اللي بتكون مقيدة من 100 شغلة بالمجتمع، بين أهل وبين مجتمع وبين ثقافات وبين تقاليد وبين طلاق وبين وبين عقليات. المرأة بالآخر، المرأة تنتصر لما تكون المرأة حرة. باختصار بآخر المحور نسرين وهدى وزينة، كيف ممكن كلنا نشتغل ابتداء من هذه اللحظات لنعمل القانون يكون رادع للعنف ويحمي المرأة؟ نحن لازم نبلش بالتوعية أول شيء ضمن البيوت. فأول شيء نبلش بالتوعية، بعدين إذا ما لقينا الناس توعيت لهالموضوع أو وين نروح هدى إذا ما لقينا توعية؟ شو هو الرادع الأساسي؟ بدها تربى المرأة على أنها هي كائن ومستقل وعنده كرامة وعزة وعنده حلم قادر يحققه بذاته، مش مربوط بحدا، وبيتبع قانون. لأنه إذا أقريت قانون من دون ما تربي المرأة أنه هي إلها حقوق وواجبات، لا حتدعي ولا حيطبق القانون، حيضل حبر على ورق. نعم لكن لضم الاغتصاب الزوجي وتجريم أكيد. الاغتصاب الزوجي أكيد. والقانون يكون رادع لحماية المرأة أكيد.